من كان يدرسكم، عرب أم يهود؟ في الغالب يعني المناهج العبرية هذه. نعم، في الغالب طبعا كل المعلمين كانوا من أهلنا، من بيوتنا، قسم كبير من مدينة أم الفحم كانوا، وبعضهم من قرى أو مدن فلسطينية في الداخل الفلسطيني. في حالات استثنائية نادرة جدا كان بعض المعلمين من اليهود. يعني أنا أذكر في المرحلة الثانوية، في سنوات من المرحلة الثانوية علمنا معلم يهودي كان يعلمنا اللغة العبرية، ولكن هذا كان أمر استثنائي جدا. كيف كانت علاقتكم معه؟ ذاك المعلم اليهودي علمنا في فترة الصف العاشر، كنت في الصف العاشر، والعام طبعا كان عام 1973، ومعروف ذاك العام شهد حرب رمضان. أذكر في بدايات الحرب أعلن عن حالة طوارئ في التعليم، توقف التعليم، وبطبيعة الحال بعد أيام عدنا إلى المدارس. ففي اليوم الذي كان هذا المعلم سيأتي لأول مرة بعد الحرب وسيدخل إلى الصف، ماذا فعل بعض الطلاب منا؟ في حينه قاموا ورسموا على اللوح بخط كبير، قاموا على اللوح ورسموا بخط كبير الصليب المعكوف، وانتظرنا دخول المعلم. نعم، فدخل المعلم كالعادي، هو ما كان ينظر إلى اللوح، دخل إلى الصف وجلس على الكرسي أمامنا. فأحد الطلاب الأشقياء قال: يا أستاذ، ما هذه الإشارة التي موجودة على اللوح؟ أنا لا أفهمها. فنظر المعلم أذكر فغضب ونادى المدير، وحدثت قصة. تحقيقات. نعم، حدثت تحقيقات في ذاك اليوم.